احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على بعض او تو سكيدجولينج الجوريزمز، وان شاء الله النهارده هنكملهم. بس في البدايه حابب ان انا اراجع معاك تاني السكيدجولينج كريتيريا اللي موجوده، اللي هم الخمس حاجات الاساسيه اللي موجودين، اللي على اساسهم انا بحاول اعمل الجوريزم علشان احقق في بعض الحاجات دي ماكسمايز وفي بعض الحاجات دي مينيمايز. تمام، تعالوا نرجعهم مع بعض بسرعه قبل ما نبدا نشوف اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت او الالجوريزمز اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت لغايه ما نبدا في الالجوريزمز الجديده. احنا اتكلمنا على خمس حاجات، دولت اللي احنا بنسميهم يا جماعه السكيدجولينج كريتيريا. تمام، اول حاجه اسمها سي بي يو يوتيلايزيشن. اليوتيلايزيشن مقصود بيها ان انا كيب ذا سي بي يو از بيسي از بوسبل، ان انا احاول اخلي السي بي يو بتاعي مشغول على قد ما اقدر معظم الوقت، دايما ما اخليش السي بي يو بتاعي يبقى ايدل، يبقى خامل، يبقى نايم. تمام، ده اللي بيسعى له الاوبريتنج سيستم، ان هو يخلي الريسورسز اللي عنده يستفيد منها قدر الامكان، كل الريسورس اللي عنده يستفيد منها على قد ما يقدر. تمام، ده اللي احنا بنسميه اليوتيلايزيشن، وخاصه السي بي يو، لان زي ما قلنا ان السي بي يو هو اهم قطعه موجوده في الكمبيوتر واسرع قطعه موجوده في الكمبيوتر، وعشان كده انا محتاج ان انا استغل القطعه دي بالذات معظم الوقت. طيب تاني حاجه اسمها ثروبوت. الثروبوت مقصود بيها ان هي النمبر اوف بروسيس ذات كومبليت ذير اكسكيوشن بير تايم يونت. انت في الوقت المعين وليكن ثانيه او خمس ثواني او ثانيتين او في النص ثانيه، الوقت اللي هو اليونت المعين ده انت هتخلص فيه كام بروسس، كام بروسس هيخلص الشغل بتاعهم. تمام، كل ما تزود عدد البروسس كل ما يكون حاجه كويس. تمام، انت كاني بالظبط بقول لك انت الطريق اللي انت عامله ده هياخد كام عربيه هيعدوا في ثانيه، في الثانيه الواحده. فهتقول لي والله انا عامل طريق جديد فيه اربع حارات للسيارات، اقدر امشي فيها اربع عربيات مع بعض في نفس الوقت بارلل، ففي الثانية الواحدة لو سرعة العربيات مثلا كذا هيعدي كام عربية واضرب في اربعة، فهتبقى عندك عدد كبير. ده اللي احنا بنسميه ثروبوت، او زي ما شبهتها لك بماسورة المية. انت عندك ماسورة مية ليها حجم معين، ليها قطر معين، هيعدي فيها كمية مية قد ايه في وقت معين في زمن معين. تمام، ده اللي انا بسميه ثروبوت. ولما يكون الالجوريزم بتاعي efficient والاوبريتنج سيستم بتاعي efficient، ده معناه ان انا بعمل ماكسمايز ل الثروبوت. تمام، طيب التيرن اراوند تايم. التيرن اراوند تايم والويتنج تايم والريسبونس تايم مهمين قوي تبقى عارف تعريفاتهم وتبقى عارف ازاي تحسبهم، عشان دول طلبوا منك في المساله. التيرن اراوند تايم الوقت هو اماونت اوف تايم تو اكسكيوت ا بارتيكولار بروسيس. خلي بالك بقى، التايم فروم سبمشن تو ترمينيشن، يعني انا دلوقتي البروسيس بتاعي ده جه امتى وخلص امتى، جه امتى وخلص امتى، مش وبدا امتى وخلص شغله امتى. فتقول لي ده جه الساعه 1 وخلص الساعه 7، يبقى التيرن اراوند تايم بتاعه هو كام؟ 7 ناقص 1، يبقى قعد 6 ساعات من ساعه لما جه لغايه ما خلص شغله. قد يكون ان هو خلص شغله مع البروسيسور في ساعه 1، بس تنى قاعد منتظر 5 ساعات، انا ماليش دعوه، انا اهم حاجه بحسب له من اول لما يجي لغايه ما يمشي، لغايه ما يخلص الشغل بتاعه. ده اللي انا بسميه يا جماعه ايه؟ تيرن اراوند تايم. تمام، يبقى لازم تبقى فاهم هو ايه تيرن اراوند تايم ده علشان تقدر تحسبه صح. تمام، يبقى من اول لما الطالب بيجي لغايه ما الطالب بيروح البيت مثلا على سبيل المثال، فيقول لي والله انا اصلا انا جيت الساعه 8 الصبح ومشيت الساعه 4:30، بس كان عندي فيه مش كل الوقت ده انا كنت بدرس فيه او باخد فيه مواد، انا عندي مثلا في نص ساعه كان الدكتور اتاخر شويه، في ما بين المحاضره والمحاضره في ربع ساعه، هقول له مش مشكله، ده كله اسمه ويتنج تايم، انا ماليش دعوه، انا اهم حاجه عندي انت جيت الساعه كام ومشيت الساعه كام. هو ده اللي انا بسميه تيرن اراوند تايم. طيب الويتنج تايم، الويتنج تايم اللي هو ايه؟ الوقت اللي بينتظره البروسيس بيكون فيه ويتنج، سواء في البدايه يعني هو جه مثلا الساعه 1 وابتدى يشتغل الساعه 3 فانتظر ساعتين، بس بعد ما اشتغل الساعة 3 جم الساعة 5 قعدوه تاني ينتظر ورجعوه تاني الساعة 7 يشتغل فانتظر ساعتين كمان. لما باجي احسب الويتنج تايم انا بحسب جميع الاوقات اللي كان فيها البروسيسور مش شغال، يعني كان منتظر،
كان في الريدي كيو، كان قاعد منتظر ان هو يشتغل او ان هو اكسكيوت، ده بنسميه الويتنج تايم. الريسبونس تايم هو ايه؟ عند بدايه اول شغل له، تمام؟ يبقى هو دلوقتي كان جه مثلا الساعه 1، واول لما جه يشتغل اشتغل الساعه 3، يبقى ده الريسبونس تايم بتاعه 2. البروسيس دي اشتغلت ووقفت في النص، الوقف اللي بيقف في النص ده ما مش بيتحاسب من ضمن، مش بينضاف على الريسبونس تايم. تمام بالظبط كده، بينضاف على الويتنج تايم بس ما بينضافش على الريسبونس. يبقى الريسبونس تايم انا بحسب البروسيس ده جه اول فيدباك خده كان امتى؟ طب فاهم اول فيدباك خده كان امتى؟ يبقى انت ممكن تكون رايح مثلا تكشف في عياده عند دكتور، فقاعد دخلت العياده فقعدت تنتظر، فاول لما جه الدور عليك انت ما دخلتش على الدكتور مباشره، قام جاي جابوك مثلا مع واحد ياخد البيانات بتاعتك، ياخد البيانات بتاعتك يسجل مثلا. الكلام ده بيحصل، في دكاتره بتعمل كده، يسجل مثلا نتائج التحاليل، نتائج الاشعه، يقعد يسجلها معاك وتقعد معاه، وبعد كده ترجع تنتظر تاني علشان تدخل للدكتور. انا بقى لما اجي احسب لك الريسبونس تايم، انا احسب لك من اول لما انت جيت العياده لغايه ما بدايه اول دكتور ده قعد معاك او اول موظف ده قعد معاك، هو ده اللي انا هسميه ريسبونس. يبقى اول فيدباك انت اخدته بعد قد ايه؟ بعد كذا. يبقى ده اللي انا بسميه الريسبونس تايم. امتى يتساوى الويتنج تايم والريسبونس تايم؟ لما يكون في حاله النون بري امتف. النون بري امتف بتقول ايه؟ البروسيس اللي هيشتغل هيكمل شغله. طيب يبقى انت اول لما تبقى شايف ان الالجوريزم بتاعك نون بري امتف، يبقى على طول تتوقع ان الريسبونس والويتنج زي بعض، تحسب اي واحده منهم وتكتب الثانيه زيها. ايه اللي مطلوب من الالجوريزم بتاعك؟ لازم تبقى عارف ان انت تماكسمايز حاجتين وتمينمايز الثلاثه التانيين. تماكسمايز السي بي يوتيلايزيشن، الثروبوت، دولت عايزين نخليهم اعلى حاجه، وتمينمايز الاوقات، عايزين التيرن اراوند تايم يبقى اقل حاجه، الويتنج تايم يبقى اقل حاجه، الريسبونس تايم يبقى اقل حاجه. يبقى انت الالجوريزم بتاعك علشان يحقق اوبتمايزيشن بيحاول ان هو في بعض الفاريبلز يخليها ماكسمايز وبعض الفاريبل يخليها مينيمايز. لازم تبقى عارف ايه هم، مين اللي انا عايز اخليه يبقى كبير ومين اللي عايز اخليه يبقى ايه، يبقى قليل. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على تو تايبس اوف الجوريزم. اول نوع قلنا الفيرست كوم فيرست سيرفد، اللي هو بنقول عليه اف سي اف اس. لازم تبقى عارف ان اف سي اف اس ديت اختصارا ل فيرست كوم فيرست سيرفد. طيب يبقى ايه فيرست كوم فيرست سيرفد؟ اللي بيجي الاول بيتخدم الاول، اللي بيجي الاول بيتخدم الاول. زي ايه؟ قال لي زي الطبيعه البشريه اللي احنا فيها. انت لما بتروح في مكان بتاخد دور ولما بتاخد دور بتخلص شغلك الاول، زي البنك مثلا على سبيل المثال. بتروح البنك لو رحت بدري اخدت رقم بدري، بتدخل على التيلر بتخلص شغلك، او بتروح في خدمه عملاء بتخلص شغلك وبعدين بتمشي. في نوع تاني قلنا اسمه الشورتس جوب فيرست، اس جي اف. وقلنا النوع دوت لا، الميكانيزم بتاعته مختلفه، هو ما بيتعاملش مع الفيرست كوم فيرست سيرفد، هو ملوش دعوه بقى انت جيت الاول ولا جيت في الاخر، هو له دعوه هو انت شغلك ده هياخد وقت قد ايه؟ الشغل ده هياخد وقت قد ايه؟ ورتبكوا من الاقل للاكتر. بس خلي بالك ان الطريقه دي بتشتغل مع اللي موجود في الوقت الحالي، يعني انا لما حاجه ارتب هرتب الناس اللي موجوده قدامي. يبقى ده بيعتمد على ان الشورت جوب هو اللي يبدا الاول. وده منه نوعين، نوع بري امتف ونوع نون بري امتف. تمام، بري امتف ونون بري امتف. واحده منهم بتخليني ان انا لو بدات ببروسيس ممكن في وقت ما اغير البروسيس ده، اشيله واحط بروسيس تاني. واحده منهم بتقولي لا، لو البروسيس اللي انت اخترته يشتغل لازم يكمل شغله للاخر، ما ينفعش ان انت تطلعه من تاني. تعالوا بقى نبص على الطريقه اللي جايه دي، طريقه سهله قوي مش هتاخد مننا 5 دقايق بالظبط، اللي هي اسمها البريوريتي سكيدجولينج. البريوريتي سكيدجولينج بتقول لك ايه؟ بتقول لك انا هشتغل عن طريق ان انا احط بريوريتي نمبر، هحط رقم هسميه البريوريتي نمبر، والبريوريتي نمبر ده هيكون رقم انتجر، هيحدد لك البروسيس الاول انه واحد هيشتغل الاول وانه واحد هيشتغل بعديه. يعني كاني بالظبط هديك ترتيب للبروسيس وانت هتتبع الترتيب ده، ماشي كده؟ طيب بيقول لك في حاله ان البروسيس كان ليهم نفس الرقم او نفس البريوريتي، فانت ممكن تشوف مين جه الاول وتبدا بيه. تمام، يعني لو انت لقيتهم الاثنين واخدين نفس رقم البريوريتي، يبقى مين اللي جه الاول وابدا بيه. تمام، مين اللي جه الاول وابدا بيه. طيب
لو جينا بصينا هنا في المشاكل اللي ممكن تقابلني من الطريقه ديت هي ايه؟ قال لي المشاكل اللي ممكن تقابلني من الطريقه ديت حاجه بنسميها يا جماعه الاسترفيشن. هنا دي ممكن تحصل عمليه الاسترفيشن ديت للبروسيس اللي انت هتديها لو بريوريتي. ممكن نيفر اكسكيوت، تتنيها بقى مستنيه لما يجي الاولويه بتاعتها عشان تشتغل وما تجيش. فعمال بقى يرتب اولويات، تعالى يا عم انت ابن الوزير خش الاول، انت ابن مين محافظ خش بعده، انت ابن مين خش، والراجل بقى اللي ملوش اولويه واقف مستني ويحصل له عمليه السرفيشن، ما يجيش عليه الدور خالص. ما يجيش عليه الدور خالص، ده اللي ممكن يحصل ان الـ ان الـ ان الالجوريزم اللي من النوعيه دي لما بيدي اولويات وبيرتب اولويات على البروسيس اللي هي ذات اهميه بيديها اولويه كبيره، اللي ذات اهميه اقل يديها اولويه اقل، ففي حاجات بتبقى اهميتها بسيطه ملهاش اهميه او اهميتها بسيطه. فتلاقيها دي مركونه يحصل لها عمليه ستارفيشن. الحل هنا بتاعي ان هو بيقول لك التايم بروجريس انكريز ذا بريوريتي اوف ذا بروسس، بيسموها الاجينج. ده الحل بتاعها ان هو ان انا مثلا ادي وقت معين للبروسس دوت او ادي له وقت معين يشتغل فيه بحيث ان انا ما اخلي البروس الاقل ايه، وده هنشوفه بعد كده في الطريقه اللي جايه بعد كده. ودي عيب كمان من الطريقه الثانيه اللي هي بتاخد الاقل او الاصغر اللي هي الشورت جوب فيرست، فدي ممكن برضو تنها مشغله مع بروس الصغيره والبروس الكبير واقف ما يشتغلش، ولكن بتبان اكتر في حته البريوريتي، لان البريوريتي هنا ما بيبصش على اي حاجه بقى، ولا بيبص على انه جه امتى، ولا بيبص على انه الشغل بتاعه مدته قد ايه. هو بيقول له الرقم بتاعك كبريوريتي ايه، رقم كام، لو رقم واحد يبقى لازم تشتغل انت دلوقتي، لو اتنين يبقى لازم تشتغل بعده، لو تلاته يبقى بعده، كانه بيرتبهم بنوع بيتجاهل كل الحاجات سواء كان وقت التنفيذ او وقت الوصول او اي حاجه من الحاجات دي. مثال، لو مثال بيجي لك بالطريقه دي، بيبقى عندي بروسس وعندي بيس تايم وعندي بريوريتي. البريوريتي خلي بالك الرقم واحد هو الهايست بريوريتي عشان تبقى انت فاهم، انا موضحها لك اهو. رقم واحد ده هو اعلى اولويه، يبقى كان انا بقول له انت واحد وانت اتنين وانت تلاته، يبقى رقم واحد ده يا جماعه مش هو، مش بتقول بقى ان البريوريتي بتاعت الخمسه اكبر من الواحد، لا هي مش نسبه، هي مش سكيل، هو ترتيب، هو اوردر. يبقى رقم واحد ده هو له الاولويه الاولى، يبقى هو له اكبر اولويه، يبقى هو له الاولويه رقم واحد، هو ده اللي هيشتغل الاول. رقم اتنين يبقى ده الاولويه اللي بعده، رقم تلاته ده اللي بعده، اربعه اللي بعده، خمسه اللي بعده. لما هبدا الجانت تشارت هبدا بمين؟ ببي 2 وهبداه هخلصه لانه ده له البريوريتي رقم واحد، فهيخلص التايم بتاعه كله. هو بقى محتاج واحد، محتاج 100، محتاج 20، هيخلصهم كلهم. وبعد ما يخلص البي 2 هروح اشوف مين الاولويه اللي بعده؟ 2. يبقى مين اللي هيشتغل؟ البي 5، هيخلص شغله كله. بعد كده مين اللي بعده؟ الاولويه اللي بعديها 3، يبقى بي 1 هيشتغل، واللي بعده بي 4 بي 3 وبعدين بي 4. الاولويه كانها بالظبط بالنسبه لي هي وقت الوصول. قد يكون اللي واخد اولويه واحد ده هو جه ايه، جه متاخر شويه او جه بعد حاجه ثانيه كانت واخده اولويه اقل. لما اجي احسب هنا الويتنج تايم، خلاص زي ما بنحسب قبل كده معروفه بقى، الويتنج تايم بتاع البي 1 هيبقى هو جه عند، خلاص كلهم كده جم عند الصفر، ما دام ما فيش هنا الريفل تايم يبقى كلهم جم عند التايم زيرو. يبقى لما اجي اشوف هشوف هو بدا امتى، تمام، هو ده هيبقى الوقت الويتنج تايم بتاعه، يبقى 6 ناقص 0 يبقى 6. طيب البي 2 0 نيجاتيف 0، البي 3 هيبقى 16 نيجاتيف 0، البي 4 هيبقى 18 نيجاتيف 0، البي 5 هيبقى 1. التيرن اراوند تايم نفس القصه، انا بعتبر برضو ان هم كلهم جم عند الصفر. يبقى اذا انت في السؤال لما يجي لك طالما ما فيش هنا عمود بيقول لك هو جه امتى، يبقى انت كلهم بالنسبه لك جم عند التايم زيرو. هنا بقول ان البي 1 جه عند الصفر وخلص شغل عند ال 16، يبقى 16 ناقص صفر، والبي 2 1 ناقص صفر، والبي 3 18 نيجاتيف 0، والبي 4 19 نيجاتيف 0، والبي 5 6 نيجاتيف 0. الريسبونس تايم زي الويتنج تايم بالظبط، ليه؟ لان انا الالجوريزم بتاعي دوت شغال على النون بري امتف. اذا الالجوريزم هيديك نفس اللي احنا حسبناه في الويتنج تايم بالظبط. تعالوا مع بعض كده نتكلم على اخر الجوريزم معانا النهارده، وهو الراوند روبن سكيدجولينج.
الراوند روبن او احيانا بنرمز له بار ار. تمام، يبقى لما اقول لك استخدم الار ار سكيدجولنج الجوريزم انا بقصد بيه الراوند روبن. ايه الفكره بتاعت الراوند روبن؟ قال لي الفكره بتاعت الراوند روبن ان انا بحدد تايم معين لكل بروسيس يشتغل ماكسيمم التايم دوت على البروسيسور. بسمي التايم ده بسميه تايم كوانتم، بسميه كيو تايم كوانتم. يعني على سبيل المثال انا هقول لك ان الاي تي ام مثلا اللي موجوده في الشارع، فالاي تي ام اللي موجوده في الشارع ممكن تلاقي واحد وقف وقعد يشتغل ساعه بحالها على الاي تي ام، وواحد تاني قعد يشتغل 3 ثواني او 4 ثواني وخلص. انا عندي مشكله مع الناس اللي بتاخد وقت كبير، فهعمل لهم حاجه اسمها راوند روبن، او هعمل حاجه اسمها تايم كوانتم. التايم كوانتم اللي انا هعمل ايه؟ هقول لهم يا جماعه من حق كل واحد انه يقف دقيقه واحده ماكسيمم على الاي تي ام، دقيقه واحده بس ماكسيمم على الاي تي ام، يبقى الكيو بتاعتي هحطها بدقيقه. يبقى هيجي الشخص الاولاني يشتغل على الاي تي ام، هيخلص الدقيقه، هل هو خلص شغله؟ ما خلصش شغله، خلص ما خلص، هجيبه من قفاه كده وارجعه فين؟ في اخر الطابور. ركزوا معايا، في خمسه دلوقتي واقفين طابور ورا بعض، الاولاني هو اللي شغال، هديله وقت، همسك له الساعه واقول له معاك دقيقه، الدقيقه دي خلص فيها شغله ومشي مع السلامه، ما خلصش هقول له طب تعالى بقى كده اقف ورا، ورقم اتنين هيشتغل مكانك، هديله دقيقه هو كمان، نفس الكوانتم تايم، نفس الكيو، يبقى دقيقه هو كمان، خلص شغله مع السلامه، ما خلصش تعالى اقف في اخر الطابور. فاهمين القصه؟ لغايه ما كله يخلص شغله ويمشي. يبقى انت ايه؟ يبقى انت حددت وقت معين للبروسيس يشتغل فيه على السي بي يو، الوقت ده كفاك وخلصت شغلك او اقل منه. طب واحد جه وقف ما كملش الدقيقه 50 ثانيه وراح مخلص وخلص وسحب الفلوس ومشي، واحد كان سريع شويه والامور كان حافظ الزراير خلص ومشي، هقول له لا خليك واقف والنبي ما تمشيش، خلص الدقيقه بتاعتك، لا هقول له مع السلامه، هو شغل اللي بعده. صح؟ يبقى هو ممكن ياخد اقل من او يساوي الكوانتم تايم اللي هو الكيو، ولكن لا يمكن ان يتجاوز الكيو. لو جه يتجاوز الكيو بعمل ايه؟ بشيله. يبقى اذا الطريقه دي يا جماعه ايه؟ بري امتف، من حق ان انا اشيل البروس وهو شغال وادخل واحد تاني مكان، ولكن هي مش بري امتف كده وخلاص، هي ليها نظام ان البروس اللي هيتشال هيرجع يقف فين؟ هيرجع يقف في الاخر. تمام، يستنى دور، يستنى لما اللي قدامه كلهم ياخدوا نفس الوقت اللي هو اخده. هنا في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ في الحاله دي بقى ما يحصلش عمليه المجاعه او الاستارفيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ده سوليوشن علشان يحل الموضوع ده، ان كل واحد يعني الماكسيمم بتاعك في الانتظار هيبقى قد ايه؟ لو انت واقف في اخر الطابور، لو الطابور ده فيه ان من الناس، يبقى الماكسيمم بتاعك من الانتظار يا جماعه هيبقى قد ايه؟ انت رحت معاك الكارت بتاع البنك بتاعك وجيت تقف لقيت فيه 20 واحد واقفين قدامك، كل واحد من حقه يقف دقيقه واحده. تمام، يبقى انت هتنتظر قد ايه وهتبقى ضامن ان انت هتدخل على الماشين دي قد ايه؟ ماكسيمم تايم اللي هتقفه قد ايه؟ مش خلي بالك، انا اقصد كلمه ماكسيمم تايم، لان قد يقل عن كده، قد يقل. ليه؟ لان ممكن الدقيقه دي ممكن واحد يخلص قبل الدقيقه ويمشي، ما يستناش الدقيقه كلها، بس اعتبرنا ان كل واحد هياخد الدقيقه بتاعته، يبقى الماكسيمم تايم اللي هتقفه قد ايه؟ حد عارف؟ هيبقى انه ناقص واحد يا دكتور، هيبقى 19. حسبتها ازاي؟ عدد الناس المنتظرين اللي وفي كل واحد منهم هياخد دقيقه لحد ما يوصل، فانا يعني عددهم 20 فطرحت منه واحد، دي هو الدقيقه. انت بتطرح انه ناقص واحد بس بتضربها في عدد الايه؟ في الكيو اللي هي الكوانتم تايم. انت قلت دقيقه، يبقى 19 في دقيقه يبقى 19 دقيقه. خلاص، بس لو كل واحد بياخد دقيقتين يبقى 19 في 2. واضحه الفكره؟ يبقى البروسيس نو بروسيس ويتس مور ذان ان نيجاتيف 1 كيو تايمز يونت. تعالوا نشوف الكلام ده. طبعا انا بوضح لك هنا بمثال، بقول لك ان انت لو البروسيس تايم بتاعتك كانت هتاخد من 0 ل 10، هنا بيقول لي ان انت لو انت مجزقها ان كل الكوانتم تايم بتاعك كنت عامله بواحد، يبقى في الفتره اللي هي من 0 ل 10 دي هيحصل عندك كونتكست سويتشز 9 مرات. ليه؟
قال لي ما هو كل ثانيه هيغير، اللي هو عمليه التبديل، اللي انت بتجيب الراجل اللي واقف على الماشين ترجعه ورا وتخلي اللي وراه يشتغل، دي بتاخد وقت ولا لا؟ مش بيسحب الكارت بتاعه وبيرجع يقف ورا واللي بعده بيدخل الكارت بتاعه، مش دي بتاخد جزء من الوقت؟ اه الجزء من الوقت ده مش محسوب، مش محسوب في الدقيقه اللي الراجل بياخدها دي، لا دي زياده. لو انا خليت الكوانتم تايم بست يبقى هنيجي هنا نقول لو بدا عند الصفر هيجي عند السته ويبدل، وبعدين اللي بعده هيبدا من السته للعشره ويكمل بقى. انا بعمل لك بس حته من صفر لعشره بوريك اللي بيحصل فيه. يبقى هنا الكونتكست سويتش قد ايه؟ واحد، واحد بس اللي هو عند السته. طب من صفر لعشره وقلت لك الكوانتم تايم 12، يبقى خلاص من صفر لعشره مش هيبقى فيه لانه لسه ما خلصش ال 12 بتوعه، يبقى مش هقدر اطلعه. مش هقدر اعمل كونتكست سويتش غير لما يوصل لل 12. طب تعال نشوف مثال على الالجوريزم ده. لما هديك مثال على الطريقه ديت لازم ادي لك الكوانتم تايم اللي هو بنسميه الكيو، لازم اقول لك بكام. يبقى ده لازم يبقى موجود في المعطيات. انا بقول لك هنا ان الكوانتم تايم هنا ايكوال 4، وبقول لك هنا ان كل البروسيس جت عند التايم صفر. ولو انا ما كتبتش السطر ده كده انت اوريدي عارف ان هم كلهم جم عند الكام، زي ما احنا عارفين بقى. لو انا مش كاتب هنا الريفل تايم يبقى كلهم جم عند الزيرو. هنا كل واحد له بريست تايم B1 B2 B3. الالجوريزم هنا اسمه راوند روبن اللي هو الار ار سكيدجولينج الجوريزم، والكيو بتاعتي بكام؟ باربعه. في المثال ده يعني باربعه. كلهم جم عند الصفر خلاص، يبقى بالترتيب اللي جاي لي B1 B2 B3. يبقى هبدا بالبي 1 هديله من صفر لكام؟ الأربعة. ليه؟ لأن هو محتاج 24. تمام؟ يبقى هقول له لا خلاص خد أربعة ويبقى لك 20، يبقى تعالى خدهم في وقت تاني، بس دلوقتي هديله من 0 ل 4 وهعمل هنا يا جماعة ما يسمى بالكونتكست سويتش. هشيل مين وأحط مين؟ هشيل بي 1 وأحط بي 2. وأحط بي 2. البي 2 هيجي هيقول لك هبدأ من أربعة، أقول له معاك أربعة، معاك أربع وحدات، أربع ثواني، أربع دقايق، أربع ساعات، أيا كان الوحدة. هيبدا من الاربعه، المفروض ان هو عند الثمانيه امشيه، صح؟ ايوه صح. بس هو هيخلص في ثلاث ثواني بس، فهيبقى يخلص عند السبعه، صح؟ فلما يخلص عند السبعه هقول له خلاص مع السلامه، هعمل كونتكست سويتش هنا عند السبعه، هشيل الثاني مشي وهحط بداله الايه؟ الثالث. البي 3. البي 3 نفس القصه، هقول له معاك اربعه، معاك اربع ثواني. هو قعد ثلاث ثواني وخلص عند العشر. هقول له خلاص برضو مع السلام، هعمل كونتكست سويتش واجيب البي ايه؟ البي 1. البي 1 دلوقتي خلاص ما بقاش غيره، صح؟ هيبدا من ال 10 لغايه ال 30، صح؟ صح. هقول لك لا مش صح، انا هقعد اعمل ايه؟ انا في كل اربع ثواني هروح اقول له تعالى، واقول له خلاص ما فيش غيرك، طب كمل. هعمل كونتكست سويتش في كل اربع وحدات او اربع ثواني. هنا مثلا ان الكيو بتساوي 4 مايكرو سكند او ملي سكند، يبقى كل 4 ملي سكند هعمل كونتكست سويتش، حتى لو هو لوحده، حتى لو هو لوحده. هي دي بقى الرخامه بتاعت الطريقه دي، لان الالجوريزم متبرمج على كده. لو ممكن في اي وقت من الاوقات، هما كانوا ثلاثه، ممكن بعد 10 ثواني الاقي بروسس باربعه جه. وانا بعمل كونتكست سويتش مع بي واحد ادخل اربعه ياخد دور، ياخد له اربع ثواني وبعدين ارجع واحد يكمل. ففي كل اربع ثواني هروح لبي واحد اقول له ايه؟ استنى كده، ايه ده؟ ده مفيش حد غيرك، طب كمل. بعد اربعه تانيين يعني بي واحد عند ال 14 هيروح يقول له لا هعمل كونتكست سويتش، بس بي واحد هيقول له مفيش غيري واقف، طب اعمل ايه طيب؟ اجيب لك مين؟ هيقول له خلاص طب كمل اربعه كمان لغايه ما حد يجي، لغايه ما حد يجي. طب عند ال 18 هيقول له بص افصل عند الاربعه يا دكتور، كل اربعه هعمل كده لغايه ما ده يخلص الايه؟ ال 20 بتوعه. لما يخلص ال 20 بتوعه بقى خلاص هيمشي، يبقى خلاص البرنامج بتاعي خلص. بس ليه انا بعمل كونتكست سويتش كل مره؟ قال لي ده هو ده نظام الالجوريزم. ليه بقى؟ انت مش انتوا كنتوا ممكن تبقوا واقفين انتوا الثلاث واثنين منكم يمشوا والرابع والثالث الثاني شغال ويطول، يجي بعد كده واحد جديد يقف وراه، صح؟ ممكن عند ال 22 مثلا تلاقي في واحد جه، ففي الحاله دي يقول له ايه؟ لا خلاص بقى انت ارجع اقف ورا وخلي الجديد ده يشتغل الاربع ثواني ايه بتوعه، وبعد كده ابقى كمل لان انت لسه قدامك كتير. يبقى ده يا جماعه الطريقه اللي هي بنسميها الراوند روبن. يبقى شوف انت لما تيجي ترسم الرسمه بتاعتها لازم تعملها لي كده،
لازم تخطط الخطوط دي عند كل 4، ما ينفعش تعمل لي زي اللي قبل كده من 10 ل 30، لا هتبقى غلطانه هتنقص. ليه؟ لان انت لازم تعرفني ان في هنا كونتكست سويتش، لان انا هسالك عليه هقول لك الكونتكست سويتشز هنا بكام واحده، كام واحده بقى يا جماعه هنا في المثال ده؟ عد كده 1 2 3 4 5 6 7. طب الويتنج تايم هنا كام؟ البي 1 انتظر قد ايه؟ كلهم جم عند الصفر، حلو؟ البي 1 ده، لا البي 1 ده مقسوم لجزئين، الجزء الاولاني ما عندوش فيه ويتنج تايم، جه عند الصفر وبدا عند الصفر، بس الجزء الثاني انتظر من عند الاربعه لغايه العشرة، يبقى 6. ست. طب البي 2 الويتنج تايم بتاعه كام؟ 4. والبي 3 7. مظبوط. يبقى عندي الجزء الاولاني صفر والتاني 6، يبقى 6 زائد 7 زائد 4 على 3. طب الترن اراوند تايم، الترن اراوند تايم بالنسبه للبي 1 هو خلص عند ال 30 وجه عند الصفر، يبقى 30 ناقص صفر. البي 2 خلص عند ال 7 وجه عند ال 0، يبقى 7 نيجاتيف 0. البي 3 10 نيجاتيف 0. الريسبونس تايم هنا هيختلف عن الويتنج تايم، ليه؟ لان البي 1 هيختلف. طيب البي 1 هنا كريسبونس تايم هيبقى كام؟ صفر ناقص صفر، جه عند الصفر وبدا عند الصفر، خلاص ماليش دعوه بقى هو انتظر بعد كده ولا لا، فاذا هو هيبقى هنا ايه؟ 0. والبي 2 4 نيجاتيف 0، والبي 3 7 نيجاتيف 0، تمام؟ يبقى هنا 0 4 7.